البحث العلمي وأسرار البحث العلمي. كتير طبعا مننا في مجال البحث العلمي وبيحب طبعا يشتغل في المجال ويعمل أبحاث. طيب إحنا في المرتين اللي فاتوا أو اتكلمنا على المشكلة وليه إحنا بنختار نشتغل في مجال البحث العلمي أو ليه بنعمل بحث علمي. إيه هي خطوات البحث العلمي؟ السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم على خطوات البحث العلمي. طبعا خطوات البحث العلمي بدايتها زي ما قلنا المشكلة. أنا عندي مشكلة معينة، مثلا عندي مشكلة لانتشار التلوث في مثلا نهر النيل أو في منطقة معينة، دي عندي مشكلة، بحدد المشكلة بتاعتي وبعد كده ببدأ أول حاجة إن أنا أبحث على المشكلة دي. طبعا ببحث، إحنا كلنا عارفين إن في عندي مواقع كتير للبحث من ضمنها جوجل سكولر أو جوجل نفسه، في طبعا مواقع للذكاء الصناعي، في طبعا عندي بنك المعرفة، وإن شاء الله ممكن نخصص حلقة لو أنتم كتبتوا في الكومنتات محتاجين نعمل حلقة خاصة بإزاي نعمل بحث على المواقع دي وإيه هي المواقع اللي ممكن نستخدمها في البحث. بداية نبتدي طبعا نعمل ننزل أبحاث، نبتدي نقرأ، نحدد المشكلة بتاعتنا، هل المشكلة دي حد بيتطرق ليها؟ إيه الأبحاث اللي اتعملت عليها؟ وصلوا لفين في المشكلة دي؟ يعني حلوا إيه منها؟ إيه اللي اتحل فيها؟ هل الأبحاث دي اتعملت على نفس المنطقة اللي أنا شايف فيها المشكلة ولا مناطق أخرى؟ ممكن يكون في تشابه ما بين المنطقة بتاعتي ومناطق تانية في دول تاني، فأبتدي أنا آخد الأفكار اللي طرحوها وأبتدي أنفذها. طبعا بعد ما أبتدي أحدد المشكلة بتاعتي وأعمل مقدمة عنها أو باك جراوند وأشوف الأبحاث السابقة اللي اتعملت عليها وهم وصلوا لإيه، بعدين بقى أحدد الإيم أوف ذا ورك بتاعي أو الهدف من الدراسة بتاعتي. أنا يعني إيه هو الهدف؟ طبعا بحط هدف عام إن أنا مثلا أتخلص من الملوثات، إن أنا أوصل مثلا أزود التنوع البيولوجي اللي بتأثر عليه الملوثات. بحط بعد كده أهداف سبيسيفيك أو أهداف محددة للدراسة بتاعتي، بتكون طبعا الهدف قابل للتطبيق ان انا اقدر اقيسه، ان هو طبعا بحيث ان الاهداف بتاعتي تكون واضحه ومحدده، زي مثلا قياس نسب التلوث، معرفه مثلا انواع الملوثات، فبالتالي بحدد ايه هي الاهداف الفرعيه او الاهداف المحدده. بعد كده ببتدي بقى احط ايه بلان او ان انا بعمل الميثود بتاعتي او ازاي انا هوصل للنتائج. عشان اوصل واحقق الهدف ده لازم بطبق طرق معينه، يعني مثلا هل انا بصمم تجربه معينه، بجيب عينات مثلا من الاسماك وبجيب ملوثات معينه وابتدي اشوف نسب الملوث وتاثيره على فترات مثلا على الاسماك، او في الفيلد نفسه بنزل الحقل وابتدي اجمع عينات مثلا من الكائنات الموجوده ومن الميه والسدمنت واشوف تاثير التلوث والنسب بتاعته والانواع بتاعته. وطبعا هنا بقى احدد الطرق اللي انا هستخدمها، القياسات اللي انا هعملها، بنسمي ده اللي هي الميثود اند ماتيريال. طبعا بحيث بقى احدد طبعا ايه الماتيريال اللي انا هستخدمها او الحاجات اللي انا هستخدمها سواء في المعمل او في الفيلد، وابتدي بعد كده امشي بخطوات معينه، بكون كاتب الكلام ده وابتدي امشي بخطوات معينه
واحصل على النتائج بتاعتي. كده انا حصلت على نتائج. حد يقول طب النتائج دي لازم تكون ايجابيه؟ يعني مثلا افرض انا بعمل سيرفي لمنطقه او بعمل رصد لمنطقه معينه او بأثر مثلا بتلوث بماده معينه زي مثلا كادميوم رصاص على انواع معينه من الاسماك. طيب افرض انا بعد ما عملت التجربه وجست لقيت ان مفيش تاثير بالتركيزات اللي انا عاملها دي وعملت قياساتي واخدت عينات بحيث اشوف في تاثير، سواء طبعا عينات هيستولوجي او فيسيولوجي او على حسب القياسات اللي انا هرمونز على حسب القياسات اللي انا ايه محددها لتحقق لي الهدف بتاعي. فبالتالي بعد ما جيت لقيت ان مفيش تاثير، هنا هل شغلي باظ؟ يعني هل انا كده المونيتورنج بتاعي باظ او الشغل اللي انا عامله والاكسبيرمنتال بتاعتي باظ؟ عدم وجود نتيجه في حد ذاته، عشان في ناس كتير يقول لك لا ده انا لازم يبقى في نتيجه ايجابيه، لا لازم يبقى في مناطق ملوثه، المفروض انا عملت رصد وما لقيتش مثلا تلوث او ما لقيتش تاثير للتلوث ده نفسه. او فبالتالي هل هنا انا اقول لا وابتدي مثلا في ناس ابتدي اعمل اظبط نتائج؟ لا طبعا، دي نتيجه في حد ذاتها. عدم وجود نتيجه نتيجه، ليه؟ لان انا خلاص عرفت ان الجزء ده مش بيأثر او الحاجه دي ما بتحصلش او المواد دي ما بتأثرش بالنسب دي، ممكن ازود النسب، ممكن يكون النسب او ممكن الفترات نفسها اللي انا اشتغلت عليها قليله وهكذا. في غيري بعد كده هيجي هيشوف نتائجي وهيبتدي يشتغل عليها. فاحنا خلي بالنا ان انت يعني ايه ان اي شغل هتعمله هيجي غيرك يكمل عليه سواء في مصر او بره مصر، لان دلوقتي كله بيبقى منشور طبعا على مستوى العالم في مجلات عالمية، فبالتالي غيرك هيجي ويكمل عليه. فمن هنا لازم نعرف ان عدم وجود النتيجة ده نتيجة في حد ذاته وتكمل. طب بعد انا ما حصلت على النتائج ايا كانت النتائج بتاعتي ببتدي اكتبها. طب اكتبها ازاي؟ بنعمل تحليل اناليسز للداتا. طبعا انت بتكون زي ما قلنا مصمم التجربه بتاعتك او الايه البروتوكول بتاعك وعارف انت هتعمل ايه، عندك ايه مثلا شغل احصائي، هنعمل الجداول الخاصه بالنتائج، هنبتدي نعمل الشغل الاحصائي ليها. انا محتاج مثلا اعمل علاقات ما بين المناطق، عاوز اشوف مثلا السيجنيفيكانت او المعنويه ما بين المناطق، هل الاختلافات الموجوده ما بين المناطق مثلا في التحاليل دي اختلافات معنويه ولا مش اختلافات معنويه؟ يعني عادي ما فيش تاثير مثلا لاختلاف المناطق، ما فيش تاثير لاختلاف الزمن، ما فيش تاثير للمواد اللي انا حطيتها دي مثلا على الايه الانواع المعينه انواع مختلفه، او ما فيش تاثير للتركيزات ما بين التركيزات ما فيش تاثير. فبالتالي بوضح ده ازاي؟ بالاحصاء، ان انا ابتدي ابرز الداتا بتاعتي عن طريق شغل الاحصاء ده. طبعا بكون محدده من البدايه، مش بعد ما اعمل شغل اقول طب انا هعمل لهم شغل احصائي، لا انت من البدايه بتكون محدد انت عاوز ايه وهتعمل شغل احصائي وهتعمل الداتا بتاعتك. طبعا في انواع من الابحاث بتستخدم برامج مختلفه، زي مثلا ابحاث المصارف بتستخدم برامج مختلفه وبتستخدم طرق مختلفه، وابحاث مثلا في مجال الطب وابحاث كل ابحاث ليها برامج معينه وليها شغل معين ممكن بتستخدمه لتحليل النتائج الخاصه زي الجيناتيك وزي، فكل دي ليها برامج معينه وفي تحليل للصور وفي تحليل، فكل دي طبعا انت بتعمله في الريزلت بتاعتك، بتظهر الريزلت بتاخد النتائج بتكتبها. تمام، يبقى انا كده حصلت على النتائج بتاعتي كتبتها. طيب ايه تاني؟ بعد كده ببتدي اناقش النتائج. يعني ايه اناقشها؟ يعني ابتدي احلل النتائج بتاعتي. انا قلت ان تاثير دي مثلا على دي او دي بيزيد وهنا في فروق معنويه، طيب وبعدين ليه زاد؟ ليه قل؟ ليه ما زاد؟ ليه زاد هنا وما زادش هنا؟ طيب هل الزيادات دي اللي زادت واللي قلت بتختلف مع الناس اللي اشتغلت قبل كده ولا بتتفق؟ طيب افرض ما فيش حد اشتغل على النقطه دي بالذات، طب الاقرب ليها، الاقرب ما فيش حد اشتغل في منطقتي يبقى في مناطق اخرى،
الاقرب ليها على نفس الانواع اللي اشتغلت عليها، او نفس مثلا الملوثات، او نفس الحاله، او يعني ايه، بجيب الاقرب في الاقرب وببتدي اقارن ما بين شغلي وما بين الاخرين، وابتدي احلل نتائجي واشوف الناس كانت محلها ازاي، او انا بحلل النتائج بتاعتي بناء للخروج اللي طالعه. فبالتالي كده انا هنا وصلت لتحليل النتائج بتاعتي. المرحله الاخيره طبعا بقول الكونكلوجن، انا ايه الاستنتاج بتاعي، استنتجت ايه من التجربه او من البحث، ايه اللي وصلت له من نتائج لحل المشكله بتاعتي. انا وصلت لايه؟ المشكله كانت واحد اثنين، انا حليت المشكله، او بعد ما عملت التجربه او بعد ما عملت البحث بتاعي وصلت لايه؟ ان حل المشكله مثلا بتاعي واحد اثنين ثلاثه. الريكومنديشن بعد كده ان انا بقول طبعا انا مش هقدر اعمل كل حاجه، مش هقدر في البحث بتاعي اغطي كل حاجه، فبالتالي بقول له ممكن فلان يكمل من بعدي بناء على النتائج دي. انا محتاج واحد اثنين، محتاج مثلا، طبعا انا مش صاحب قرار، انا ممكن اعمل بحث واقول ان مثلا المنطقه دي فيها مشكله فمحتاجه تتقفل، انا مش عارف اقفلها. المنطقه دي مثلا محتاجه ان يتم تطهيرها، او يتم عمل ليها كذا، او في وباء في منطقه فعاوزين المسؤولين يبصوا، وهكذا. انت بتقول هنا ريكومنديشن الايه بتاعك، او ايه التوصيات بتاعتك اللي بناء على الاستنتاجات دي انت بتقولها. وبعد كده طبعا بتكتب الايه الابستراكت، ملخص لكل الايه البحث بتاعك ده، بيكون في عدد من الكلمات بسيط او بيكون باراجراف او اتنين، بحيث ان هو انا عاوز مثلا مش متخصص وكده وعاوز ابص على البحث، بدل ما اقرا البحث كله ببص على الابستراكت بتاعي واشوف الدنيا فيها ايه. ويقولوا بعدين ممكن انا اقرا الابستراكت واكمل بعد كده البحث اللي جاي من اهتماماتي، اكمل البحث. بعد كده بنعمل الريفرنس، تمام، بنبتدي نحط المراجع بتاعتنا اللي احنا اخذنا منها طبعا، سواء في الدسكشن، في المقدمه، في الماتيريال، ودي مهمه طبعا. في بعض الناس انت ممكن تعمل موديفيكيشن او تحورات في الماتيريال بتاعتك طبعا طبقا للظروف البيئيه اللي بتناسبنا، فدي بتكتبها برضو بتوضحها. طبعا بعد كده نكتب البحث، يعني انا عملت ده كله، كل الخطوات دي المرحله اللي انا بكتب الخطوات دي كلها. طبعا الكتابه هنا بتبقى زي ما قلنا بنفس الترتيب، او على حسب طبعا كل نظام مجله ونظام، لانك انت بعد كده بعد ما هتكتب البحث وان شاء الله ممكن نعمل محاضره او نعمل حلقه خاصه بازاي كتابه البحث. بعد كده بننشر البحث، يعني عمليه النشر طبعا دي محتاجه حلقه خاصه، ازاي انا بختار المجله المتخصصه في مجالي، ايه هي انواع المجلات، ازاي افرق ما بين المجلات القويه والضعيفه، ايه هو الامباكت فاكتور، ايه هو الرانكينج اللي هو الكيو 1 وكيو 2، وعلى اي اساس بنختار، او على اي اساس دي بقت كيو 1 ودي كيو 2، يعني ايه ويب ساينس، يعني ايه سكوبس، يعني دي حاجات بنسمع عنها، او يعني ايه المحركات البحث زي سبير سبرينجر. فده كله طبعا محتاج مننا حلقه نعرف ازاي ننشر البحث، ازاي طبعا من ضمن الريفرنس نفسها ليها برامج، يعني انا هعمل ريفرنس يدوي، حاليا طلع في برامج زي الاند نوت، وطبعا في برامج ومندلي وكثير من البرامج الاخرى دول اشهرهم، ازاي نكتب بيهم. وممكن برضو لو محتاجين اكتبوا لنا في الكومنتات نعمل حلقه عن شرح البرامج دي. وفي النهايه اتمنى تكونوا استفدتوا، لو في اي تعليق او اي اقتراح او اي معلومه مثلا بتحب تعرفها، او اي مساعده في الكتابه في البحث، انا باذن الله مستعدين. واكتب بس كده ولا، وفي نهايه حلقتنا الى اللقاء، وشكرا لحسن استماعكم.